أما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقد أكدت أن الإدارة العامة للامتحانات تعمل على وضع مقترح أولي لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، والمقرر أن تبدأ في 8 يونيو المقبل بالنظام القديم. وأكدت أنه فور الانتهاء منه سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستطلاع الرأي بشأنه وتجميع مقترحات الطلاب حوله.